بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الخلاصة في الطب كونكلوجن. معكم دكتور حسين عبد العليم أخصائي البطنة. النهاردة طبعا كنا بدأنا سلسلة المعادن اللي نسميها تريس مينرالز، المعادن النادرة اللي الجسم يحتاجها بكميات صغيرة لكنها مهمة جدا. النهاردة أهم معدن للكولاجين، وإيه علاقته بالكولاجين؟ وهو معدن النحاس. معدن النحاس وإيه العلاقة بين النحاس والزنك؟ فوائد معدن النحاس ومصادره الطبيعية بناخده منين؟ ونقصه بيسبب إيه؟ ده موضوع حلقتنا اليوم في قناة الخلاصة في الطب، وإزاي نحصل على النحاس كمكمل مع الزنك أو مع المعادن المتعددة. يلا بينا توكلنا على الله. بسم الله. النحاس، وما أدراك ما النحاس. قبل ما أتكلم عن النحاس ومعدن النحاس وأهميته، أنا بتكلم عن الكولاجين، أهمية معدن النحاس للكولاجين. الكولاجين إيه هو الكولاجين أصلا؟ ده بروتين الأنسجة الضامة. البروتين بتاع الأنسجة الضامة فين؟ في الغضاريف، في العضلات، في الأوتار، في الأربطة، في نسيج العينين، في الأغشية اللي بتربط العضلات ببعضها، وبين الجلد والعضلات والعظام والأسنان والجلد في كل الجسم. هو تقريبا بيمثل زي ما كل الدكاترة قالوا عارفين، اللي هو 35% من إجمالي بروتين الجسم. يعني هو بروتين الكولاجين. الكولاجين عبارة عن بروتين أنسجة ضامة وبيربط الايه كل أنسجة الجسم ببعضها، الكولاجين. ودايما احنا دايما نربط الكولاجين بمحاربة الشيخوخة، لانه بمضاد الشيخوخة، وبيبان نقصه بيعمل تجاعيد وبيبان السن اكبر. تمام. طيب ده الكولاجين. ايه أهمية النحاس في الكولاجين؟ احنا قلنا اهم عنصر للكولاجين هو النحاس، وبالتالي هنتكلم عن النحاس يعني بالتفصيل، مش موضوعنا الكولاجين، أهمية النحاس للكولاجين، ونتكلم عن النحاس بالتفصيل. أهمية النحاس للكولاجين ليه؟ لازم النحاس يكون موجود عشان يحصل تكوين وتصنيع للكولاجين. مهم جدا تكوين مادة اسمها الإيلاستين، مادة في الكولاجين، وده طبعا عبارة عن هو الإيلاستين، ده بروتين مهم لتماسك البنية والتحتية المهمة في تكوين الكولاجين الرابط الأنسجة. طبعا زي ما قلنا المعدن النحاس معدن نادر، محتاج كمية صغيرة منه. هو مهم جدا النحاس عشان الإنزيمات، من أجل تكوين البروتينات لازم الإنزيمات دي، إنزيمات النحاس ضرورية برضه عشان تماسك الكولاجين مع بعضه، الأنسجة مع بعضها. طب نقص النحاس بيعمل مشاكل في نقص الكولاجين، وبيسبب مشاكل في الأنسجة، وبيعمل ممكن يكون سببه ارتخاء في العضلات، ارتخاء في الجلد، ترهل في الجلد، انحناء وتقوس في بعض العظام وبعض الحيوانات زي البشر بالضبط، بيسبب نقصه ارتخاء زائد وبيسبب ترهل في الجلد. وبرضو من ضمن ده نقص مهم جدا تماسك الايه الأنسجة، ونقص بيعمل ارتخاء في وتسبب ترهل في الجلد. من فوائد النحاس ايضا ان هو بيخلي الانسان عنده قدره على تحمل الشمس. اذا النحاس عندك قوي وكويس تقدر تحمل الشمس، بيخلي الجماعه الرياضيين اقوى واحسن، وتحمل الطاقه وتحمل بقى في رطوبه في الجسم، يقدروا يستحملوا العطش، ما يشربوش ميه كتير وهم بيلعبوا رياضه، ما ينهجوش يعني، خد بالك النحاس. فبيقوي العضلات، بيقوي الانسجه، بيتماسك الانسجه. مهم جدا النحاس للكولاجين وربط الانسجه ببعضها. تمام. ونقصه طبعا بيعمل ضعف العضلات وضعف المفاصل. طيب قلنا النحاس والكولاجين الاثنين ضروريين في العضلات وفي المفاصل وفي الجسم عموما، في أنسجة الجسم عموما. طبعا النحاس برضو ضروري لتقوية الديسك أسفل الظهر، الديسكات، ألم أسفل الظهر طبعا سببه أسباب تانية من ضمنها نقص فيتامين د، برضو أيضا النحاس يعمل ألم أسفل الظهر ويعمل ألم في الديسكات، ومهم جدا عشان يقوي أسفل الظهر أو الديسك بتاع أسفل الظهر.
برضو مهم جدا النحاس في دوالي الساقين الأوردة الدموية، الناس اللي عندها دوالي في رجليها أو دوالي في الجسم عموما لو خدوا نحاس بيتحسنوا. أحد أسباب طبعا الدوالي هي نقص النحاس، يبقى النحاس بيحمي من دوالي الأوردة الدموية. طب في فوائد تانية نحاس؟ في فوائد تانية نحاس كتيرة جدا. إيه هي يا عمنا؟ قول لنا. مهم جدا أول حاجة عشان امتصاص الحديد، كنا اتكلمنا عن الحديد عشان يمتصه كويس من الأكل أو من المكملات لازم يكون عندك حمض معدة قوي، كذلك لازم يكون عندك نحاس قوي. مهم جدا امتصاص، إذا لو في فقر دم وحمض المعدة قوي وفي نقص نحاس مش هيمتص بكمية كافية عشان نعالج الأنيميا، لازم نظبط النحاس كمان. النحاس مهم برضو ضروري للمناعة. ليه؟ لأنه بيزود وبيداخل فيه كرات الدم البيضاء، مهم من حجم الخلايا وعدد كرات الدم البيضاء، مهم جدا تصنيع كرات الدم البيضاء. إذا نقص النحاس ممكن يؤدي إلى ضعف المناعة وضعف عدد كريات الدم البيضاء، يبقى إذا عايز أزود كرات الدم البيضاء لو هي ناقصة أشوف السبب لو في التهاب فيروس أو كده وأدي برضو معها نحاس إن أمكن. برضو نقص النحاس بيعمل تعرق زايد، الناس اللي بتعرق بسرعة أحد أسبابها نقص النحاس. النحاس برضو مهم جدا للميلانين بتاع الشعر، عشان كده مرتبط بلون الشعر، ونقصه بيعمل شيب مبكر الشعر بيبيض. الناس اللي عندهم نقص، الشباب اللي عندهم نقص النحاس بيحصل لهم شيب مبكر. مهم جدا للنحاس، مهم جدا للدماغ والتوازن بتاع الجسم، مهم جدا تغذية المخ. النحاس هو المسؤول عن الحفاظ على العين، وانت يعني التوازن بتاعك لو انت غمضت عينك كده او في الظلمة وانت ماشي في الظلمة في نقص نحاس يحصل عدم توازن، يبقى اذا ضروري للدماغ والمخ لانه بيساعد على التوازن في الظلام وعند اغماض العينين. برضو بيظبط مستوى حمض البوليك اليوريك اسيد، الناس عندهم نقرس لو خدوا نحاس بيظبط لهم برضو حمض البوليك والنقرس الطبيعي، يبقى هو ضبط مستوى حمض اليوريك اسيد. برضو ان هو مهم لطرد الفلورايد، اذا الفلورايد اللي جاي من معجون الاسنان ارتفع النحاس بينزل، لو النحاس قوي بيطرد هذا الفلورايد. ومن ضمن فوائد النحاس ايضا ان هو يساعد على تدفئه القدمين، الناس عنده برضو شوفوا المعادن كلها لكن من ضمنها النحاس، واحنا بناخده كمكمل يعني دايما. في النحاس علاقته بالزنك ان قلنا مرتبط بتوازن، اذا زاد النحاس بينقص الزنك، اذا زاد الزنك بينقص النحاس، يبقى لازم يكون في توازن. عشان كده يفضل ان ناخده في مكمل غذائي النحاس مع الزنك مع بقيه المعادن اللي هي قلنا قبل كده اللي هي معادن متعدده في المالتي كيليتد مينرالز. ولا طيب ايه مصادر النحاس؟ اخده منين يا دكتور؟ قول لي اكل ايه الاكلات اللي فيها نحاس. طبعا السمسم، المحاريات، الكبد والكلاوي، الكبد البقري، الكبد عموما سواء بقري او جاموسي، السمسم زي ما قلنا، الفطر في فطر الشتاكي اكتر لكن هو في فطر عموما محاريات كبد وكلاوي سمسم موجود فيها النحاس. طبعا موجود في البيض في الحاجات التانية لكن دي اكتر حاجه، الكبد والكلاوي المحاريات والفطر الشتاكي والسمسم، وطبعا موجود في بذور الشيا برضو النحاس. طيب يا دكتور ايه اسباب اللي ممكن تنقص النحاس عندي؟ ايه الحاجات اللي انا ابتعد عنها عشان النحاس عندي ما ينقصش وبالتالي ما يضرنيش وما يضرش الكولاجين وما يقللش الكولاجين عندي؟ ايه اسباب نقص النحاس؟ رقم واحد الافراط في شرب الكحول، الناس اللي بتشرب كحوليات كتير، خمر والعياذ بالله، الحمد لله ربنا عافينا ما لناش فيها. برضو الافراط في تناول الالياف، الناس بتاخد الياف كتيره، بس الياف ايه؟ صناعيه. الالياف الطبيعيه حلوه مفيده لكن ما نصرفش فيها. ايه الالياف دي؟ اللي موجوده مثلا في الشوفان، موجوده في الخضروات، في الافوكادو، دي الياف طبيعيه صحيه ما فيهاش ضرر لكن بدون اسراف زي ما ربنا قال طبعا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. برضو لكن دي الياف صناعيه بيحطوها في المكملات بتاعه الكيتو دايت والكلام ده، في الناس البروتين وقوالب البروتين مش حلوه، من ايه نقرا عليها كويس ونبعد عن الالياف الصناعيه. ايضا في الافراط في تناول زنك، واحد عمال ياخد زنك بس ما خدش معاه نحاس، فالزنك بيرتفع وينقص النحاس، يبقى ده لازم ناخد الاثنين مع بعض. برضو الزنك او النحاس عموما زي اغلب المعادن بدات ناقصه في التربه، ما عادش فيها نحاس زي زمان، فبالتالي الحشيش اللي بياكله الحيوان ما فيهوش نحاس، بالتالي اللحم اللي احنا هناكله من حيوان ما فيهوش نحاس كتير بدرجه كافيه، بالتالي لازم ناخده كمكمل غذائي مع بقيه المعادن مع الزنك ومع كله عشان يبقى فيه توازن وتعادل. برضو ان انا لو خدت فيتامين سي كتير، فيتامين سي مهم، لكن لو انا خدت اسكوربيك اسيد اللي هو جزء من فيتامين سي، مش فاكر الفيتامين ده، لو خدت فيتامين سي كومبليت ما فيش اسكوربيك اسيد بيقلل النحاس، لان المفروض النحاس جزء من مركب فيتامين سي في شكل انزيم،
ماشي، يبقى الافراد في تناول الزنك، الافراد في تناول اسكوربيك اسيد او حمض الاسكوربيك اللي هو جزء من فيتامين سي، برضو الافراد في الكحوليات دي برضو بسبب نقص النحاس والالياف قلناها. واكتر حاجه برضو الافراد في السكريات، الناس اللي بتاكل سكريات وبيبسيات وغازات كتير، الافراد في السكر عموما، سكر الفركتوز بالذات، سكر الذره والسكريات وسكر الفاكهه كتير برضو، المهرمان مع دور السكر، كتر هذه السكريات بيقلل النحاس، بيكون سبب يعني برضو من اسباب جراحه المعده اللي هي التكميم، اللي الناس اللي بتعمل تكميم معده وقص معده برضو بيبقى عندها نقص نحاس. مصادر الطبيعيه قلنا الكبد والكلاوي، نحريات، الفطر، فطر الشتاكي والسمسم، دي كلها منحاس، خصوصا الكبد البقري فيها نحاس. اللحوم والبيض والاسماك كل ده، بس اكتر حاجه في الكبد والكلاوي والفطريات والسمسم والنحاس والماء. تمام، وناخده كمكمل غذائي في المالتي كليتد مينرالز عشان نعيش حياه سعيده والانسجه تبقى ماسكه كويس والكولاجين يبقى ممتاز. كده خلصنا النحاس، فوائده ونقصه بيسبب ايه وعلاجه ايه وعلاقته بالكولاجين. ويعني ما نعمل حلقه، عملنا حلقات قبل كده عن الكولاجين وازاي تبقى اصغر سنا، لكن احنا النهارده بنركز على علاقه النحاس بالكولاجين والزنك والفوائد الاخرى للنحاس واسباب نقص النحاس قلناها، والمكمل اللي احنا ناخده كنحاس والمصادر الطبيعيه للنحاس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.